مشاهدينا أينما كنتم، طيب الله بالخير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل حلقة جديدة من برنامج ملف الثلاثاء. مشاهدينا، ما الذي أنجز لمحاربة الأمية خلال العقود الماضية؟ ولماذا تتزايد أعداد الملتحقين بقطار محو الأمية يوما بعد آخر؟ وكيف يساهم التعليم النظامي في اتساع دائرة الأمية؟ ولماذا غابت الجهود المجتمعية والإعلامية لدعم محو الأمية؟ وأين الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية؟ وما هي المشاكل والعوائق التي تواجه القائمين على جهاز محو الأمية في اليمن؟ وما هي عناصر الجذب لصفوف محو الأمية؟ ولماذا يعتمد جهاز محو الأمية على كادر من المتعاقدين؟ كل هذه الأسئلة وأكثر أضعها على ضيفي هنا الأستاذ أحمد عبد الله أحمد، رئيس جهاز محو الأمية. أهلا ومرحبا بك. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا، فاصل قصير وأبدأ هذه الحلقة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في برنامج ملف الثلاثاء، وفي هذا اللقاء الذي يجمعني بالأستاذ أحمد عبد الله أحمد، رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار. أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم. بداية، احتفلتم في سبتمبر من العام الماضي باليوم العالمي لمحو الأمية، واحتفلتم في يناير، في 8 يناير، باليوم العربي لمحو الأمية. لربما هذه المناسبة هي تذكير لكم كمسؤولين لاستذكار ما أنجزتموه على صعيد محو الأمية وتعليم الكبار. ما الذي تحقق خلال العقود الماضية وتحديدا خلال عقد من الزمن منذ توليكم أنتم لهذا الجهاز؟ بداية أتوجه بالشكر الجزيل لقناتكم على إلقاء اهتمام كبير بقضية التعليم وبالأخص قضية محو الأمية وتعليم الكبار. حقيقة كل العالم احتفل في العام الفائت ب 8 سبتمبر، وهو هذا يوم عالميا تحتفل فيه كل شعوب العالم، وهو يوم للتذكير بأهمية هذه المشكلة وخطورتها، وأيضا هو يوم لتقييم نشاط إنجز خلال عام معين وحشد الجهود والطاقات وتكريم كل من ساهم في عمل محو الأمية وتعليم الكبار. نحن أيضا خلال الأيام الفائتة بالتحديد يوم 8 يناير احتفلنا بهذه المناسبة، وكان احتفال أيضا في محافظة حضرموت تم هذه السنة تكريم عدد من المبرزين في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية، وأيضا تقييم النشاط على مستوى المحافظة. حقيقة أنه خلال العقد الفائت عقد هناك اجتماع في شهر 11 في منظمة اليونسكو في باريس، وشاركنا فيه، وهذا الاجتماع دعية من اليونسكو ليقيم عقد الأمم المتحدة 2002-2012، هو عقد زمني لتقييم ماذا تم إنجازه على مستوى عقد كامل في مجال محو الأمية وتعليم الكبار. نحن شاركنا مثل كل البلدان التي دعيت إلى هذا الاجتماع، وقدمنا تقريرا إلى هذا الاجتماع حول ما تم إنجازه خلال العقد الزمني الفائت. ما الذي تم إنجازه حتى يدرك المشاهد الكريم جهودكم التي ربما قد يقول البعض لم يلمسها على أنه يعني ما زالت الأمية هي كما هي يعني في أوساط الناس؟ نحن لا ننكر أنه أولا يجب أن نعترف جميعا بأن مشكلة الأمية مشكلة كبيرة، ومشكلة أيضا لا يعني أنه كل الناس أن يلمون اللوم على جهاز محو الأمية وتعليم الكبار، وأنه الجهاز مقصر في هذا الجانب، أو أنه الجهاز لم يكن له وجود في هذا الجانب حقيقة. لكن أنا أقول أنه الجهاز بيعمل وفقا والإمكانيات المتاحة لديه. كم أشخاص، كم الأفراد، كم الذي أخذتم بيدهم ومحوتم أميتهم؟ مثلا نحن على صعيد أعطيك الفترة القصيرة اللي هو العام الفائت على المنصرم، هو تم محو أمية ما يقارب من 158 ألف دارس ودارسة على مستوى الجنسين من الذكور والإناث، بما فيهم أيضا من التحقون ببرامج المهارات الحياتية والتي هي اكتساب حرف معينة. 158 ألف أيوة هذا قال العام.
اريد ان اقول انه ايضا الجهاز خلال العقد السابق انجز كثير من القضايا. مثلا نحن في العقد المنصرم عملنا اولا على اللي هو تحديث براغم معلوميه بشكل كامل، واللي هي المناهج. عملنا على ايجاد مناهج تتواكب والاحتياجات الخاصه بالدارس وتوافق مع بيئاتهم، هذا واحد. ايضا عملنا على ايجاد البنيه التحتيه للعمل في اطار المحافظات. عملنا على تأهيل الكادر البشري الذي هو اللي يقوم على العملية التعليمية والتربوية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار أيضا. لكن معلوماتي أنا، وربما هذه معلومة خاطئة بإمكانك أن تصححها، بأنه ينضم إلى قطار محو الأمية 200,000 سنويا، هل هذه المعلومة صحيحة؟ هو دائما يأتينا الروافد للأمية من التعليم، وحينما لا يلتحقون الطلاب بالتعليم وحينما ينقطعون أثناء المرحلة الدراسية من الطبيعي أن يحسبون في عيادة الأمية، وهذا سيصبح أيضا يرفع الرقم الموجود للأمية في البلد. مهما عملنا نحن في محل من تعليم الكبار وحررنا من الأميين والحنفية لا تزال مفتوحة من التعليم، يعني بما معنى أنه الناس اللي يلتحقون بالتعليم ينقطعون من التعليم، سيظل رافد الأمية مستمر. لكن في حال ما يصبح التعليم سيطر بشكل 100% والناس ملتحقين ولا هناك تسرب والالتحاق مستمر، نحن سنظل نتعامل مع فئة محددة ورقم معين اللي هو يصل الرقم اللي موجود معنا. لكن نحن نخرج من الأمية ولازمنا نستوعب مثل ما قلت أنت من الغير ملتحقين بالتعليم والذين منقطعين من التعليم أثناء المرحلة. لكن أيضا التقارير تشير بأنه هناك تزايد في أعداد الأمية، كيف في حين أننا نتحدث عن 158,000 تم تحريرهم من الأمية خلال العام الفائت؟ نعم، خلال العام الفائت. هو دائما أنا وأدعو وسائل الإعلام أيضا أن تكون التقارير دقيقة وأن تكون من مصادرها دائما أبدا. تمام. هو ليس في ازدياد، ليس في ازدياد. ليش؟ لأنه أولا التعليم أصبح يتوسع اليوم، أصبحت هناك مدارس بشكل كبير على مستوى الوطن. اثنين، الناس أصبحوا يوعون مسألة التعليم وأصبحوا يلتحقون بالتعليم. أيضا محو الأمية أيضا تعمل فيه كثير، ونسبة الالتحاق نحن مما نلاحظ من تقارير تأتينا من الميدان والإحصاءات أنه نسبة الالتحاق ترتفع عام عن عام، ليست في مستوى الارتفاع. ولكن كثير من الناس مع تقدير الكبير كل واحد يحكم من منظوره أو من معلومات أخذها من أي مصدر. نحن دائما يجب أن نكون مصدرنا هو دائما الجهاز المركزي للإحصاء في حال ما تكون هناك تعداد سكان للمساكن والسكان. ثم اثنين، نحن آخر معلومات في 2004 يعني أشارت بأنه بين عامي 94 إلى 2004، هذه المعلومات تشير بأنه في ارتفاع في معدل محو الأمية إشارة إلى زيادة معدل النمو السكاني. أنا سأنديك أرقام الآن من إدارة تعداد 94 آخر تعداد أو 2004 آخر تعداد. طيب، آخر تعداد للسكان والمساكن في 94 تقارير تقول أنه حجم الأمية 42.2 في سن 10 سنوات وما فوق. واللي يعني أنا هنا لدي بالمعلومة 5,294,541، هؤلاء عاد من هم في قطار الأمية عام 94. عام 2004 6,245,464، أي بزيادة 950,913، هؤلاء زيادة معدل الأمية. أصح لك المعلومة، تفضل. في عام 94 وهو كان فيها تعداد قبل الأخير كان حجم الأمية 56%. طيب، في عام 2004 وهي تقارير الجهاز المركزي للإحصاء وهي موجود معنا انخفض إلى 42.7 في 10 سنوات وما فوق. ناهيك نحن إذا جينا وقلنا فئة 10-45. طيب، هذه المعلومات خاطئة؟ مش يعني صراحة، لأنه احنا بعض التقارير اللي تتكلم عنها الآن هذه هي هذه استقيتها أيضا من الجهاز المركزي للإحصاء، ليس هي المعلومات لدينا هي منهم. هي منهم، لكن أيضا خلال هذه الفترة نحن نشعر أن التعليم تطور أيضا، نسبة الالتحاق ارتفعت. التعليم النظامي؟ أيوة. أو تقصد؟ لا، أنا أبدأ لك بالتعليم النظامي ثم أيضا محو الأمية. إذا قلت أنا أسلسل لك الالتحاق من في العقد السابق
سنة بعد سنة أنه هناك ارتفاع في الالتحاق، وكلما ارتفع الالتحاق بمعنى أن الأمية أصبحت تنخفض. يعني ما زال هناك خلاف كبير بين ما هو موجود في القانون، قانون محو الأمية وتعليم الكبار، وما هو فعليا موجود. أنتم ربما في القانون تصفون وتسمون محو الأمية هو من وصل إلى مستوى الصف الرابع في التعليم النظامي، بينما البعض ربما يخلط في ما يسمى محو الأمية من لا يجيد القراءة والكتابة الأبجدية فقط. أنت الآن أتكلمت في اتجاهين. أولا نحن نعرف الأمي دائما أنه من 10 سنوات فما فوق، هذا هو الأمي، تمام؟ لكن مراحل التعليم حددها قانون المحو الأمية وتعليم الكبار بمرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة التحرر من الأمية، وهي تعادل 2 دراسيين، ويحق للمتخرج من هذه المرحلة أن يلتحق بالصف الخامس لأنه سيحصل على شهادة تعادل السنة الرابعة. ولدينا مرحلة أخرى تسمى مرحلة المتابعة، وهي لمن يريدون الالتحاق بالتعليم، وهذه يلتحق بها أكثر شيء اللي هم سن اليافعين وليسوا الناس اللي في السن الكبير، ويخرج منها تعادل السنة السادسة ويروح على السنة السابعة من التعليم الأساسي. هذه مراحل التعليم التي حددها قانون المحو الأمية وتعليم الكبار. لكن أحيانا وربما هذا حصل خلال تعداد عام 2004 لم يكن هذا موجود لدى من كانوا يقومون بالإحصاء، وبالتالي ربما ارتفعت نسبة من هم يعني في صفوف الأمية. أنا مع تقديري لكل جهد تبذل في الإحصاء دائما، قد ربما يعني لأنه أنا لا أريد الآن أن أتكلم عن الإحصاء أنه صار يعني صحيح أو غير صحيح. الكثير من الناس ربما يجيدون القراءة والكتابة لكن ربما لا يجيدون الحساب. هو دائما الأمي يعرف أنه الذي لا يجيد القراءة والكتابة هو الحساب والتربية يعني الإسلامية، تمام؟ هذا هو الأمي. لكن يعني نحن أيضا نعتبر أنه كثير من الأميين لديه القدرة على القيام بأشياء كثيرة جدا، لكن تنقصه مهارة لها مهارة القراءة والكتابة. فأصبحت الأمية اختلفت تعريفاتها من بلد إلى بلد. يعني الناس أصبحوا يتجاوزون تعريف اللي هو الأمية الأبجدية، بل أصبحت الأمية الإلكترونية، الأمية الثقافية، الأمية المهنية، كثير لها من لكن نحن لازلنا في هذا المنطلق أنه نحن نعرفها وهي الأمية الشخص الذي لا يجيد القراءة والكتابة ونعتبره أمي. طيب ازداد مؤخرا معدل الالتحاق بصفوف محو الأمية وتعليم الكبار سيما لدى الإناث في الأرياف. قبل أن تجيب على هذا السؤال لماذا تحديد الإناث، لكن أريد أن أعرف ما هي المحافظات أو المناطق التي لا زالت فيها الأمية مسيطرة والجهل ما زال مسيطرا بحسب يعني تقاريركم أنتم في الجهاز؟ دعني أن أقول أنه حجم الأمية دائما هو في المحافظات الكثافة السكانية، حتى أيضا نحن نجي إلى محافظة يعني أنا تفاجأت بأنه محافظة تعز مليئة بالأمية رغم ما نجدهم من كبار الدكاترة والمدرسين والخبرات والكوادر. عندما اطلعت على تقارير وجدت أن تعز أيضا هي مليئة بعدد من الأمية، لكن نحن يجب أن ننظر إلى تعز بأنها أولا محافظة كبيرة، محافظة سكاني مترامي رؤوس الجبال وفي مناطق متساوتة، فلهذا أيضا كم يصل معدل الأمية في محافظة تعز مثلا؟ والله ليس لدي رقم دقيق، لكن قد ربما يصل إلى مستوى 30% 35%. أيوة، لأنه مثل هذه المناطق ذات كثافة سكانية وتوت سكاني تشعر فيها أنه أيضا حتى نحن لا نقدر نقدم خدمة تعليم محو الأمية إلى المناطق هذه اللي هي مثلا رؤوس الجبال في بيوت متعدد صغير، لأنه إحنا لا عندنا الإمكانية نصل لها ولا عندنا الإمكانية أيضا نفتح مدرسة هناك. قد ربما أحيانا ما تصلت المدرسة إلى هناك، ما بارك في محو الأمية وتعليم الكبار، وقدر ما الحين لا نوجد المعلم. فلهذا ايضا نحن على مستوى الوطن اليمني اقول لك انه نحن سكاننا 22 مليون، مصر وهم 70 مليون او ما فوق 70 مليون، عندنا احنا تشت السكاني اكثر من جمهوريه مصر العربيه، ولهذا هو يعتبر ايضا من احد العوامل المعيقه التي للتنميه بشكل عام. اي لا سؤال، سواء نحن في محرميه او في التعليم، ان نحن نصل الى نوفر الخدمات الى كل قريه صغيره او جماعات سكانيه بعيده. صحيح، لكن ما هي أبرز المحافظات التي يمكن أن تكون لها الأولوية في المراتب الثلاثة الأولى من حيث معدل الأمية؟ ولا من حيث معدل الأمية ممكن تكون محافظة تعز الأولى؟ لا مش الأولى، يعني هنا مجموعة محافظة تعز،
حجة، دمار، أيضا بعض المحافظات التي فيها سكانها صغير لكن حجم الحشرة الأمية مرتفع فيها. مثلا عندك الجوف حجم الأمية مرتفع فيها لكن حجم سكانها قليل، تمام، لكن هي تدخل في إطار المحافظات التي فيها حجم الأمية يعني كبير جدا. المحافظات التي حجم مثلا الحديدة، الحديدة منتشر فيها التعليم، منتشر فيها لكن أيضا حجم الأمية نشعر أنه كبير فيها. وهذا ينطبق أيضا ليس بس التشتت السكاني فقط، لكن أيضا يمكن يكون نظرا للعوامل الاقتصادية التي يعيشها الناس هناك. يعني كثير من الناس تحصل أطفالهم أو بناتهم ما يلحقون بالتعليم، طبعا ظروف العمل ربما، ظروف العمل، ظروف معيشية. حتى نحن نلاحظ أنه أحيانا الذكور لا يرغب أن يلتحق بالأمية، يقول لك أنا أبحث عن لقمة عيش، هل تريد دخول أمية، هل تعطيني مقابل؟ لكن في المعدل العام نجد أن الإناث هن الأكثر يعني في معدلات محو الأمية. وبالمناسبة الأناث حجم الأمية هو أكثر في الأناث، 62.1% حجم الأمية في الإناث، وبالمقابل حجم الالتحاق أكبر في الأناث، لأنه هناك تحصل الرقبة لدى الأناث أكثر من الرقبة الموجودة لدى الذكور. وربما يعني عناصر الجذب لدى الأناث، المهارات والمواد التدريبية للإناث، ما جعلهن ربما يقبلن على صفوف محو الأمية، أليس كذلك؟ نعم، نحن أيضا لا نتوقف فقط عن محو الأمية الأبجدية وخاصة في الأناث، نحن دائما نعمل على إيجاد برامج تنمية المهارات، واللي هي إيجاد برامج التي هي تساعد على إكساب حرف معينة مثل الخياطة والحياكة والتطريز وإحياء بعض الحرف المعنية في أي منطقة من المناطق. وهذه هي تعتبر عمل جذب، حما تشعر الدارس أنها أيضا تدرس مهارة محو أمية أبجدية ثم مهارات وظيفية. هذا يعني نعتبره نحن عامل تشجيعي، رغم أنه نحن نشعر أنه نحن يعني عيب علينا أيضا ما نقدرش نوفي بإلزاماتنا مثل توفير المشين وتوفير المواد الخام وتوفير، لكن مع هذا مواد تدريبية، أي مواد تدريبية نحن نعمل قاعدين ونحصل عليها من بعض الجهات التي تساعدنا في شراء هذه ودعمها للمراكز. يعني هناك جهود لمنظمات مجتمع مدني، أنا اطلعت على مؤسسة ريدان، هذه المؤسسة ربما كان لها جهد طيب في هذا في 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 هذا المجال. هل هناك ربما يعني قدرة لديكم أن ربما تخطوا بتجارب هذه المؤسسة في إيجاد مراكز إيواء، في إيجاد مراكز تدريب، وبالتالي ربما نجاح لتجربة محو الأمية لدى الكثير من الحالات؟ أنا أريد أقول لك أولا قبل أن أجي على موضوع اللي هو مؤسسة المجتمع المدني، صحيح نحن دائما نقول أنه عمل محو الأمية وعمل الكبار هو عمل مجتمعي تشاركي، لكن حقيقة نحن قد يفهم عندنا ويفهم بل يفهم هكذا موضوع الشراكة عندنا في الجمعيات والمنظمات، أنه يعني محو الأمية أو جهاز محو الأمية يوفر الجوانب المالية والمادية وهم عليهم أن يفتحوا صفوف دراسية، هذه خلق أعباء كبيرة لنا. لكن قبل أن نفهم الآخرين مثل الدول الأخرى، موضوع الشراكة، أنا حينما تجيني جمعية الأستاذ أحمد الكبسي وتقول نحن عندنا جمعية خيرية أو جمعية تعليمية سنفتح صفوف محو الأمية وسنتكفل المعلم ونتكفل الصف الدراسي والكراسي والصبورة والجهاز محو الأمية، علينا نوفرنا الكتاب والموجه ويدربنا المعلم، هذه هي الشراكة. لكن نحن أصبحت شراكة الجمعيات، بل أقول لك أن بعضها تطلب منا أن نوفر لها الأثاث، فنحن ليس لدينا إمكانية. نحن نقول شراكة، قلت أن تكون شريك معي في القضاء على هذه المشكلة، أن تهيئ كل الظروف والجهة التي عليها اللي هي الجهاز محل المياه سيوفر لك الكتاب والشهادة والإشراف والمتابعة تدريب المعلم إلى آخر. لكن نحن عندنا أصبحت الشراكة أنه هذه الجمعية تجيب عليك أنت توفر لها المعلم، توفر له العقد، توفر كل شيء. فهذا أيضا يعني لا يساعدنا كثير في أنه نحن نخطو خطوات فيما يتعلق بجانب الشراكة. حتى الشراكة نحن ليس ما تتصورها أنت الآن، قدر ما هذه المنظمة التي شرحتها أنت الآن تعمل بشكل جيد، لكن في منظمات أخرى لما نشوفها تتكلم عن قضايا معلومية نحصل أنه نشاطها ضعيف، نشاطها بسيط جدا، عندها صف لا يتجاوز 20 لا يتجاوز 30. فنحن نعاني أشياء كبيرة، وكل لعبات تتحملها الدولة ممثلة بالجاز. طيب هل ما زلتم تعتمدون على صفوف التعليم النظامي لتعليم الكبار ومحو الأمية؟
لا، نحن صفوف محلوميه ومراكزها هي توجد في مدارس التعليم، ثم توجد في جمعيات، ثم توجد بعضها في بيوت خاصه، وبعضها في جوامع، وبعضها اذا قلت لك تحت الشجر. فنحن لا يكون هناك حجر عثرة أنه لا يمكن يدرس الدارس إلا في صف دراسي لكن مهيأ مرتب. لا، أيضا في المقابل من المهم أيوة، إيجاد البيئة المناسبة. هو هنا هو من المهم، لكن نحن يهمنا أنه نحن نبغي التعليم هذا. تحصل أنت بعض الناس عندهم الرغبة، وفر لأي مكان كان، وفر الظروف الموادية، من سبورة، من معلم، من كتاب، شيء يدرس في هذا الجانب. فهذه شيء يحسب كثير لبعض المنظمات التي هي تعمل صفوف دراسية في مراكزها، لكن نحن نريد أيضا أن يفهم موضوع الشراكة بمفهوم أكبر وشامل، أن تكون الشراكة. أنا على سبيل المثال أقول لك مثلا في بعض البلدان العربية، وعلى سبيل المثال في دولة المغرب، يعني هنا الشراكة أنه هذا الجهة تكون شريكة لنا في مجال محرومية عمل الكوارث، تتحمل كل شيء، ولا على جهة محرومية عمل الكوارث إلا أن توفر لها الكتاب وتساعدها في الشهادة وإجراء الامتحانات والمتابعة والتوجيه إلى آخر. فنحن الآن إن شاء الله نحن هدفنا في ما العام، المشكلة لدى منظمة المجتمع المدني هنا تحديدا؟ لدى منظمة المجتمع المدني أنه نحن نتحمل كل شيء، يريدون من يعني هل ترى بأن الموضوع ربما أصبح فيد؟ أنا لا أقول أنه فيد، للأمانة لا أقول فيد، لأنه نحن لنا تجارب مع جمعية ومنظمات تشتغل بشكل كبير، لكن نحن نريدها أيضا أن لا يكون فتح صف محرومية، هذا الصف الصغير، الصف اليتيم، يعني لأجل، يعني هي أيضا بعض الجمعيات يعني تبحث عن مصدر لها من خلال أنه أنا عندي صف دراسي او مركز محلوميه، لكن ان تكون الشراكه اوسع، ان تكون هذه الجمعيه لديها القدره هي ان تقوم بكل الواجبات تجاه هذا الامي، ان تهيئ له الظروف كامله. لكن انا لو اقول لك الان نعاني مشكلات كبيره مع كثير من الجمعيات، تريد مني ان اوفر لها العقود بشكل اكبر، فهذه مشكله كبيره جدا. نحن نقول دائما ان الشراكه، انت كشريك في هذه القضيه الاميه، يبقى تحمل كل شيء. كم عدد الفصول لكم الآن؟ يعني دخلتم عام 2013، كم عدد الفصول لمحو الأمية؟ هو في هذا العام 2013 لدينا ما يقارب أكثر من 5070 صف دراسي. ونحن بالمناسبة أقول لك أنه نحن أيضا حين يفتح العام الدراسي يفتح ممكن بصفوف أكثر، يمكن أحيانا بعد شهرين ترجع تقل، يمكن بعد شهور تكون أكبر، لأنه نحن دائما نقول أنه هذا التعليم غير نظامي، وليس من واجبنا ان نحن اذا هذا الصف تعثر نقول خلاص نلقيه نهائيا، لانه نحن يجب ان نخلق هناك نوع من الرغبه لدى الدارس. يعني ممكن الصف يعني اذا تعثر يرجع يستمر، اوكي، فليستمر. فدائما في تزايد وفي انتقاص. نحن لما مكاتب محرمه المحافظات يعلون الجانب اللي هو الاحصاء لقياس مستوى الالتحاق وايضا البقاء في دراسه، يعني احيانا يعني بالمرحله الاولى والمرحله الثانيه في اول عام وفي منتصف العام. صحيح، وذلك ربما ما يلحظه الكثير بانه بيكون في اندفاع في بدايه العام، وشيء في شيء يبدا التسرب حالكم كحال التعليم النظامي ربما. لكن التسرب عندنا احنا هو يجي لظروف، يعني مثلا ظروف النساء، حصل مرض، حصل نقل الاسره، حصل يعني كثير اشياء، هي ربت اسره في الاخير، في الاخير لديها كثير من المسؤوليات. ايوه، ربت اسره عندها كثير من المسؤوليات، وايضا تحصل بعضها قد لا ترغب ان تستمر، وتحصل في ترات اخرى انه عادوا بشكل اكبر في، فلهذا يكون العدد. يعني الا ترى بانه ربما يكون السبب عائد اليكم انتم، ربما لمناهج، ربما لاشياء اخرى، ربما لموضوع مدرسين، وانا ساتي الى مدرسين لاحقا. لا، هو ربما لبعد فصولكم عن تجمعات سكانية. لا، اقول لك ان الفصول الدراسيه في محلات العام الكبار هي ليست مثل المدارس اللي الطالب الصغير ممكن يسعى اليها ويمشي كم دقيقه الى ان يصليها، لا، هي دائما تكون بالحارات مثل ما قلت لك سابقا، يا في المدرسه، يا في الجامع، يا في الجمعيه، يا في مسكن تبرع. اقرب مكان لتجمع سكاني. ايوه، لا هناك مركز يمشوا اليه يعني مسافات طويله الدارسين، سواء على مستوى الحضر او على مستوى الريف.
كتبكم ومناهجكم، يعني أنا اطلعت وقرأت بأنه تم تطويرها، لكن مع ذلك لديك واحدة من قريباتي تدرس في الصباح الأمية، لا يمكن إلا أن تكون بجوارها حتى يعني لا يمكن لها منفردة أو حتى تستعين بمدرستها فقط. بالمناسبة نحن قبل 5 سنوات عملنا على تحديث المناهج وتغيير تغيير كلي. كانت لدينا مناهجنا تتكون من نواة، مادة التربية الإسلامية، التربية الرياضية، القراءة والكتابة. فاستعنا بمؤلفين من مركز البحوث من جامعة صنعاء ولدينا مختصين من الجهاز، وعملنا على تغيير المناهج تغيير كلي. ارتأوا هؤلاء الخبراء واللجنة العليا حينها لمناهج تعليم الكبار بأن تكون الكتب بشكل وحدات، فدمجت بشكل وحدات. مثلا على سبيل المثال الكتب مرحلة التحرر من الأمية، قد يكون من خلال عقبة قريبة لاحظتها، بتشعر انه اول كتاب نحن عندنا اسمه اتعلم الحياة، صحيح، وهو المرحلة الاولى، ثم مرحلة الكتب المرحلة الثانية مرحلة التحرر. لكن في المقابل هناك سطحية في الطرح، يعني في هذه الكتب، يعني هناك كبار عندما يقرؤون مادة فيها من السطحية ربما لا تتناسب مع مستواهم الفكري. انا اقول لك يعني ربما لا تدركون، هكذا قد يقول البعض، أنه هذا مستوى الفكري أكبر، يعني وربما هو فقط يفتقد للقراءة الأبجدية فقط. أنا أقول لك الكتب هم مؤلفون متخصصين. استلاحظت الكتاب الأول أنه هو تمهيدي لبدء القراءة والكتابة والأحرف. لكن لما تجي للكتاب الثاني، المرحلة الثانية من التعليم الأساسي اللي هي مرحلة التحرر، هي حياتنا الصحية الاقتصادية العامة الاجتماعية، تتكلم عن قضايا متعلقة بحياة هذا الدارس. لكن أنا لا أخالفك الرأي أنه الشخص الكبير قد لا تتناسب مع هذه، فهو يرتئي فقط أن يقرأ كتب السنة الأولى، لأنه الناس اللي هم الكبار السن يريدون فقط القراءة والكتابة. لكن اليوم بالسن اليافعين هم يريدون أيضا أن يكملوا مرحلة التحرر ويلتحقون بالتعليم أو يواصل المتابعة. فلهذا نحن من الضروري أن تكون في هذه المناهج دروس تساعد هذا اليافع الطالب اللي هو بعدين سيعود التعليم، تتكلم عن السنة الرابعة ابتدائي، عن السنة الخامسة ابتدائي، مشان هو يقدر أن يوصل التعليم. فنخليها فقط هي خاصة لهم، لكن كتب السنة الأولى هي ممكن يقرأ في، يعني يستفيد منها اللي هو الأمي الإنسان الكبير اللي لا يرغب أن يواصل التعليم. فنحن من هذا المنطلق الكتب ألفت على هذا الأساس، لأنه نحن قلنا أنه الذي يتخرج من السنة الرابعة سيلحق بالصف الخامس، واللي يرغب أن يواصل لمتابعة التعليم سيتواصل لدينا عام دراسي اللي هي كتبنا التي عناوينها نواصل تعليمنا، ثم يروح سابع. وإذا أصبح من الضرورة أن نحن أن نوجد بعض الدروس المتعلقة بسنة خامسة وسادسة حتى نستطيع أن نعيد هذا التعليم مرة أخرى من خلال مراكز محو الأمية وتعليم الكبار. كم عدد الملتحقين هذا العام بفصول محو الأمية؟ أنا جبتك في بداية عدد الفصول، لكن لم تجد بها. آسف، هو نحن دائما إحصاءاتنا تصدر بنهاية العام الدراسي. توقعاتكم؟ توقعتنا قدرتكم الاستيعابية؟ لا، نحن قدرة الاستيعابية أحيانا، لأنه في معلوماتي بأنه أنتم ربما لا تستهدفون إلا 5%، أو ليس بمقدوركم إلا استيعاب أو استهداف 5% من إجمالي من هم، يعني أنا أقول لك أنه تحت دائرة الجهة. أنه نحن أولا لما نقول عن قدرتنا، نحن أولا لا نعيد أي دارس يصل إلى المراكز، لا نقدر أن نعيده، لكن نحن قدرتنا بمعنى نحن لا نقدر أن نتوسع أو ننتشر، لأنه هذا بحاجة منا إلى معلم، سواء معلم ثابت أو معلم متعاقد، ولهذا نحن نقف من هذه المشكلة. لكن أنه دارس يلتحق نقول له الصف امتلأ، لا. هل هذه معلومة صحيحة أنه قدرتكم توسع ب 5% فقط؟ يعني مش 5%، لكن قد ربما لما نحسبها من إجمال الأميين وكم الملتحقين قد تطلع ب 7% فيها في هذا القبيل، يعني ما زالت معدودة. ايوه محدودة، ولهذا هناك عوامل كثيرة لمحدودة الالتحاق. اولا نحن ليس لدينا الامكانات الكافية ان نحن نفتح صفوف في كل مكان، صحيح، لان اولا عندنا موازنة محدودة، ومع تقدير الكبير لوزارة التربية نحن لم نحصل على اي رفع فيما يتعلق بالعقود. سأتي إلى هذا الموضوع تحديدا، وتحديدا لماذا كادر جهاز محو الأمية وتعليم الكبار من المتعاقدين؟ هذا السؤال أستمع منك بعد فاصل قصير. مشاهدينا أذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في برنامج ملف الثلاثاء، وفي هذا اللقاء الذي يجمعني بالأستاذ أحمد عبد الله أحمد رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار. سيدي الكريم، كنت قد سألتك قبل الفاصل تحديدا لماذا جهاز محو الأمية وتعليم الكبار يعتمد على كادر كبير من المتعاقدين؟ أولا بداية أقول أنه محو الأمية وتعليم الكبار والمعلمين المتواجدين في الجهاز هم من 3 فئات. عندنا معلمين متفرغين كليا من التعليم الأساسي وهؤلاء يعملون بشكل مباشر وهم مسؤولين عن حق التربية والتعليم، وعندنا المعلمين الآخرين هم المعلمين المتعاقدين، وبعض المعلمين هم يعملون في التربية والتعليم يعملون معنا في الفترة المسائية، ولكن هذا عاد خف كثير جدا. الآن فقط لم يبقى لدينا إلا المعلم الثابت وهو قليل جدا، وأقرب الثابتين لدينا هم في المكاتب التربية المحافظات والمديريات في الجانب الإداري، فكل اعتمادنا الكلي فقط هو على المتعاقدين، رغم أيضا محدودية العقود، وهذه مشكلة احنا بصراحة لن نصل إلى نتيجة إليها مع وزارة المالية، وأحيانا نحن في الجهاز ندخل في إشكالية مع هؤلاء المعلمين. نحن نشعر أنه أيضا هؤلاء المعلمين نحن نتعاقد معهم في ما يتعلق في حدود 4,038 متعاقد، آسف، يعني أيضا لن يفوا بالقرض، نحن مش يعني محتاجين إلى أضعافهم، ثم أيضا محتاجين إلى هؤلاء المعلمين أن نحن نهيئ لهم نوفر لهم الظروف التي تساعدهم أن يؤدوا واجبهم. أنا أقول لك أنهم إلى العام الفائت وكان المعلم يستلم 8,000 ريال يعني بالشهر، حتى 10 إلى 15,000 لم تصلوا إلى الحد الأدنى من الأجور. لا، وصلنا لها في السنة المنصرمة بعد عناء وبعد جهد جهيد في لجنة التربية والتعليم مجلس النواب، وعدلنا القانون حتى أن نصل إلى أن يحصل المعلم المتعاقد على 20,000 ريال. ما زالت الأشياء رغم هذا نحن نشعر أيضا في من يقوم بتحرير الناس من أهميتهم. نعم، رغم هذا نحن نشعر يعني ربما تعليم الكبار هي أصعب كثيرا من تعليم الصغار. نحن نشعر أنه حتى المعلم عندنا اليوم هو مهضوم مع 20,000 ريال، لأنه معلم مثل ما أشرت أنت، معلم تعليم الكبار هو يبذل جهد أكبر من ما يبذله مع الطالب الصغير، ولكن مع تقديري لبعض الجهات ذات العلاقة ينظرون إلى من هنا الذي يقف يعني حجر عثر أمام ربما منح هؤلاء درجات وظيفية مثله مثل غيرهم من. والله أنا أقول أنه لا هناك اهتمام في هذا الجانب. مثلا نحن نعاني مشكلات كبيرة مع وزارة المالية من حيث رفع العقود، من حيث التثبيت. نحن أيضا رفعنا قبل 3 سنين أو قبل 3 سنين كشوفات كاملة بكل الموظفين الذين بدنا هم متعاقدين، ورفعت ضمن كل ما رفع من مؤسسات الدولة، لكن لم يتم لها أي تنفيذ حتى الآن. لا زالوا معلمينا يطالبون بالتثبيت ونحن معهم. هل بالضرورة أن يخرج هؤلاء المعلمون للاحتجاج للتظاهر؟ نحن لا نريدهم لتلبية مطالبهم. لا، نحن لا نريدهم أن يخرجون، يعني نحن لا نرقب ونحن لا ندفع هذه الأمور أن يخرجون، لكن في الأخير هذا المعلم هو يخرج من ذاته، يعني أنه أنا أطالب بحقوق، وأنتم لاحظتم ممكن في الأسبوع جبتم خبر عن إحنا طلعوا لهذا الموضوع التثبيت. نحن مع التثبيت لكن لا هناك تجاوب، بل أنا أقول أنه أحيانا ينظر إلى قضية الأمية نظرة دونية مع تقدير الكبير لبعض الجهات الرسمية. نحن إذا حكيت لك عن موازنة مع الأمية وتعامل الكبار يمكن لا يعني لا تساوي يمكن ميزانية مكتب من مكاتب في محافظة معينة، ميزانية الجهاز بمكاتبه في المحافظات. ناهيك عن انا لا ادخل فيها مستحقات العقود، هذه مستحقات يعني فرديه، لان اقول لك نفقات ثقيل. اصدقك القول انه بعض مكاتب لدينا يحصل على 30,000 نفقات ثقيل، ما هو هذا المبلغ؟ نحن ايضا سنوات متعده 30,000 تشغيل، ايه يعني كانك تقول له اطلب الله. ما فيها شيء طلبت الله، من أن يطلب الله؟ لكن أنا أقول أن هؤلاء اللي في المحافظات هم صراحة نحن نعتبرهم جنود مجهولين، يشتغلون بجهودهم وبهذه المبالغ البسيطة، لأنهم أصلا موظفين من التربية والتعليم وهم يديرون العملية التعليمية في المكاتب. لكن نحن كلما نرفع موازنة نرفع فيها هذه المطالب، ولكن يا فصيح لمن تصيح لا أحد ينظر إلينا.
مع تقدير الكبير رفعنا أكثر من تقرير قبل هذه الحكومة لما مجلس الوزراء، رفعنا تقريرين حول نشاط محرومية التعليم الكبار ولم تخرج بنتيجة، ورفعنا قبلها تقرير. هذا البرنامج معني بإيصال صوتكم إلى الحكومة، وبالتالي من هي الجهات التي تتمنى أن تستجيب لمطالبكم؟ هل معالي وزير المالية، معالي وزير الخدمة المدنية، معالي وزير التربية والتعليم؟ أخي أنا تعمدت أن أذكر الكلام هذا، أريد أن يصل الصوت هذا. أقول أنه محو الأمية يجب أن تنظر إليها الحكومة نظرة ثاقبة، لأنها قضية أساسية وقضية مهمة، ولا تكون نظرة دونية. يعني نحن حما نناقش الميزانية وكأننا نلاحق مستحقات شخصية لنا، وحما نناقش الميزانية لن يناقشها معنا ناس لديهم القرار، بل يأتي يناقشها معنا مختص صغير ليس بيده قرار، ويطلع عليك أنه هذا سقف الميزانية لن تتجاوزه. لكن نحن نقول يا أخي قارني بأي مؤسسة تعليمية، أنا لا أريد أن بأي مؤسسة أخرى، أنا لا أريد أن تكون لدي إمكانات أكبر من المؤسسات أخرى، على الأقل أكون متساوي. أنا أريد مكاتب المعلومات في المحافظات أن يكونوا متساوين مع أي مكتب حكومي لديهم حتى يستطيعون يتابعون شغلهم. أنا أريد معلم محو الأمية وموظف محو الأمية أن تكون لديه الإمكانيات تساعده. أنا لا أريد أن يظل على هكذا متعاقد ب 20,000، لماذا نحن نثبته؟ لا نثبته، شأنه شأنه طالما يعني المسألة تحتاج لسنوات لمحو الأمية. يعني البعض يرى بأنه ربما نقضي على محو الأمية خلال سنتين، وبالتالي ليش تثبت هذا الموظف؟ يا أخي يعني كأن احنا في حملة تطوعية. يا أخي أنا أقول اللي يقول هذا كم الاستراتيجية التي، وهو سؤال آخر يعني سأسألك أين ذهبت الاستراتيجية الوطنية، لكن كم من السنوات تحتاجها للقضاء على الأمية في اليمن؟ يا أخي أنا لا أقدر أحدد بسنوات، أنا أقول لك الاستراتيجية قالت 2020. هذا استراتيجية وطنية. استراتيجية وطنية. ولكن أشتي أقول أنه لكن من خلال العمل لا من خلال العمل أنا لا أرى أن هناك مؤشرات أو وادر أن تقضي على الأمية. لأنه أيضا متى ما صلح التعليم وكان التعليم مسيطر بشكل، متى ما توقف التعليم عن يعني رفضكم بأعداد متزايدة من، تستطيع أن تحدد فترة زمنية على العد المعين الذي لديك وتمحي أميتك فترة زمنية محددة. متى ما أهتمت أيضا الدولة بأن تعتبر محو الأمية قضية أساسية ورئيسية في برامج التنمية الشاملة وفي موازناتها، ستكون هناك محو الأمية لا شان. لكن بالطريقة هذه وبالإمكانات المتاحة والموازنات الموجودة يعني أين ذهبت الاستراتيجية؟ الاستراتيجية نحن نعمل في إطار الاستراتيجية، ولكن نعمل في إطارها لكن بالإمكانات، ربما برامجها معطلة يعني. لا ليست معطلة، لا أقول معطلة، لماذا؟ مثلا في أحد مراحل الاستراتيجية تقول العمل على تحديث المناهج، تم. في أحد مراحل الاستراتيجية تقول العمل على تأهيل المعلم، تم ويتم بصورة مستمرة. لا بس تأهيل ما حدود يعني. أنا معك تأهيل، لكن نحن نشتغل في إدارها. لكن يعني أنت بتأهل معلم متعاقد يروح عليه. أنا أهل معلم متعاقد. إذا لقي فرصة عمل أفضل بيروح، وبالتالي أنت أهلت اللي في الشارع. صدقني أني أقول لك أن المعلم المتعاقدين يبذلون جهد أفضل من المعلم الثابت. صحيح. لأنه صحيح، وأقول لك أنا شيء أنه بيتثبت وخلاص ما عاد يعطيش تعب. هذا شيء في حينها سنحكم عليه، في حين ما يثبت سنرى ماذا بعد. لكن إحنا من خلال متابعتنا للميدان والمحافظات أن المعلم الثابت لديه الانضباطية والقدرة والاهتمام بشكل أفضل. صح يعني قد رمه على أمل التثبيت وهذا من حقه، وأنا أقول من خلالكم أنه من حق هذا المعلم أن ثبت مثل أي موظف في أي مؤسسة. إذا ما تحدثنا عن شكوى لدى الموظفين المثبتين، يتحدثون أنهم يفتقدون لبدل طبيعة العمل. لا أنا قد رمى الشكوى تكون سابقة عندكم هذه في فترة سابقة. صحيح كان ينظر إلى موظفي محو الأمية، وبدأت أنا أتكلم عن المعلم، وهذا كان اعتراض حينها من الخدمة المدنية حتى الإداريين أجي عليها. كان اعتراض من الخدمة المدنية بأنه موظف محو الأمية الثابتة بالذات المعلم أنه لا يستحق، لأنه هو يشتغل كمعلم ساعات محددة وليس كما معلم التعليم الذي يشتغل ساعات زمنية للساعة الواحدة. طيب. نحن دخلنا في قرارات كبيرة مع الخدمة المدنية، وهذا هو أيضا جزء من المشكلة التي ذكرناها حول العقود اللي ما كانت عقود ضعيفة 8,000، فأيضا عدلنا بالقانون
وصدر بها قرار طيب جمهور. حل المشكلة. وقلنا أنه يحصل معلم ما هو الأمية الثابت مثل ما يحصل عليه معلم التعليم، وحصل كل المعلمين بطبيعة العمل. وأيضا وفقا هناك وزارة التربية حددت بطبيعة العمل لمن يعمل في إدارة العمل التوجيه، من يعمل في المناهج، من يعمل في التدريب، حصل لديها اللي يعملون لدينا. لكن صح نحن الآن لم يحصل لدينا الإداريين، ونحن مثلنا مثل التربية والتعليم. إذا حصلت الوزارة حصل الإداري على طبيعة العمل، سنحصل نحن. أنا أيضا أحد الموظفين لا يجب طبيعة عمل، وكل الزملاء في الوزارة مسؤولين الوزارة لا يوجد لديهم طبيعة عمل. هل تسعوا لإيجادها؟ والله هي كل الموظفين الآن يشعروا أنه لماذا نحن فقط طبيعة العمل أعطيت لي إدارات معينة بعينها، إدارة التوجيه والتدريب والمناهج. فالوزارة يبدو هي مهتمة بهذا الجانب، أن تحل مشكلة من تبقى في الجانب الإداري. إما المعلمين الثابتين، فأقول لك أنه لا هناك معلم لديه نقص في طبيعة العمل، إلا ما لديه إشكالية في بياناته الوظيفية، يمكن يصلح أي أمور فنية في هذه البيانات ويحصل عليها، لا هناك مشكلة معلمين. طيب يعني تعتمدون على كادر متعاقدين، لكن مؤخرا جامعة إب يعني خصصت كلية لمخرجاتها كانت لمحو الأمية وتعليم الكبار، هل هذه تلبي طموحاتكم؟ هم لم ينشئوا كلية في إب، لكن أنا بصراحة أتوجه بالشكر الجزيل لجامعة إب، وهذه مدة طويلة، لأنها أنشأت قسم تعليم الكبار، وقسم التعليم الكبار هو يخرج بكالوريوس تعليم كبار. لكن هؤلاء الخريجين حينما يتخرجوا يحصلون على وظائف، لا يجدون وظيفة، يعني لا تدخلوش هذا القسم حينما بمعنى، وهذا زي اللي يقولوا لهم لا تدخلوش حينما يأتوا للخدمة رغم احتياج السوق. أيوة. لهم رغم انه نحن هذا اللي يخرج سيساعدنا ايضا، سيكون على الاقل في الادارة تعليم. يعني انتم الان بتبذلوا جهد مضاعف، تعاقدوا مع معلم وتروحوا تدربوا، هذا معلم جاهز لديه من المهارات والخبرات والقدرات ما تحتاجونه أنتم، الرجل المناسب في المكان المناسب. أشياء أقول لك أيضا أنه حتى هو يعني أنا قلت لك يعني نحن نقدم شكرنا لجامعة على افتتاح هذا القسم، وكان عندنا أحد الزملاء في القاضي يروح يحاضر لديهم يعني في هذا القسم تعليم الكبار. لكن أيضا أشياء أقول أنه القسم لا يقدر يقضي كل الجمهورية، ما يقدر يقدر الجمهور، لكن هي بادرة حسنة. لكن هي لو لو, هي لو 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 تبعتها كثير من الكليات التربية في 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 كل المحافظات. لكن هو لكن المشكلة لديكم أنتم، المشكلة ليست لدينا نحن كجهاز، لكن أنا أقول لك أنه نحن حينما بدأ القسم يتخرج حاولنا نقنع الخدمة المدنية في فترات سابقة أنه لازم أن تلزمون مكاتب الخدمة في هذه المحافظات أن تستوعب في موازناتها على الأقل من 5 إلى 10 خريجين. استمرت يعني مكاتب التنفيذية المحافظات لا تستوعب يعني انتم ترفعون بتقارير بحاجتكم للموظفين، نحن كادر وظيفي سنويا. اريد اقول لك ان الخدمه المدنيه لم تعطينا ولا درجه سنويا منذ انشاء الجهاز، كانت تعطينا درجات بسيطه جدا، وبدانا من هذا التعليم الكبار، يمكن وظفنا منهم جميع في اول في اول ما تخرجوا حينها قبل يمكن 6 سنوات وظفنا منهم. لكن الان هم لازم يروحون ان يقعدون في الخدمه المدنيه، وحما يقودون في الخدمة المدنية، الخدمة المدنية تقول لهم أنتم ما بش عندك استيعاب من 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 أي جهة، ما فيش تخص تعليم كبار، يقول لك ما فيش. نحن أنتم لماذا؟ أيوة نحن إذا قبل في موازنتنا نحن نطرحهم. مثلا أقول لك الآن عندي كانت خطاب ل14 شخص من جامعة إب، أنا رفعتهم في الموازنة، لكن هل بيستوعبوهم أم لا؟ فنحن نعاني مشكلة من مشكلة الموازنات. أنا أريد أقول لك شيء، أنه مع تقديري نحن حتى مثل ما قلت لك مسبقا أنه نحن حما نناقش موازنة لا نناقشها مع شخص يقدر أن يأخذ ويعطي معنا في أنه هذه الموازنة من الضروري أن تكون هكذا. نحن يأتي يناقشها معنا مختص صغير وينظر لمحو أمية قد ربما لا يعرف ماذا تعني كلمة محو أمية. من؟ اللي يناقش في الموازنة يعني يجي يفاز لك على أنه هذا سقف وأنت لا محو أمية، يعني ما فيش هناك مع تقديري حتى الوعي لدى من يقومون على قبول هذه الموازنة. نحن موازنتنا موجودة في وزارة المالية، وأتحدى يعني ربما مشكلتكم أنكم لم تجدون قيادة في الحكومة تستوعب ما معنى الجهل ده. أنا لا أقول قيادة، أنا لا أقول قيادة، لكن أقول يعني خليني أكون صريح أكثر منك يا أستاذ، أنت دبلوماسي، أنا أكون صريح أكثر منك وأتكلم بأنه عندما ناشد الكثير التغيير للأسف يعني لم نجد أي شيء من التغيير، خصوصا في أنه
عصب الحياة هو العلم. أنا لا أقول قادة، لكن أنا أقول أنه الدولة يعني حتى نحن نتذكر الحكومات كلها مع تقديري الحكومات المتعاقبة، نتذكر ما كان بصدام حسين يعني من حملة إجبارية للتعليم. أنا أقول لك أنه أنا قدمت في 2009 تقرير لمجلس الوزراء وهو موجود ولم يخرجون فيه بشيء، وقدمت تقرير في 2010 لم يطلعون فيه بشيء، وقدمت تقرير حينها إلى مجلس الشورى ورفع ما يقارب من 24 توصية لرئيس الجمهورية وأحالها إلى مجلس الوزراء ولم يحركون ساكنا. واليوم تمام؟ فنحن إذا لن اليوم تذكر أنتم أم حكومة جديدة لعل وعسى، فنحن بصراحة من خلال هذه القناة أو قنوات أخرى نحن يجب أن تكون محلومية قضية رئيسية وقضية أساسية، لا ننظر لها نظرة دونية، يجب أن تكون ضمن إطار برامج التنمية في البلد وأن يفرض لها حيز في إطار الموازنة، في إطار المساعدات، في إطار أتمنى أن يستمع إليك فخامة الرئيس هادي وأيضا دولة رئيس الوزراء باسندو حتى يدركون حجم المسؤولية ويدركون حجم الخطر المحدق بالوطن، سيما وأن أعداد من هم في خط الأمية ربما تزايد سنويا بسبب تسرب من المدارس. أنا أقول لك لكن السؤال هنا سيدي الكريم، الجهد المجتمعي وجهد الإعلام، لماذا لا تكون هناك شراكة واسعة؟ يعني نشاهد في جمهورية مصر يعني حملات متعاقبة لمحاربة الأمية، يعني لماذا لا تفكرون بمسألة حملة مشاركة مع القطاع الخاص؟ هناك بيوت تجارية كبيرة ربما تسهم في هذا المجال، هناك بيوت تجارية يعني عندها استعداد أن تبني مدارس تعليم نظامي، لماذا تحول جهودها إلى تعليم محو الأمية وتعليم الكبار؟ يعني لماذا لا يكون هناك جهد تشاركي بينكم وبين رجال الأعمال والمال وحتى المجتمع بشكل عام؟ أنت جريتني إلى سؤال أولا في بداية حديثك حول الإعلام. أنا أريد أقول لك أنه الإعلام ليس له دور فيما يتعلق بتوصيل رسالتنا، وليس له دور فيما ما يتعلق بالتوعية الإعلامية بشكل عام، سواء كان إعلام رسمي أو إعلام غير رسمي. وأنا صحيح. مستعد، ونحن في قطاع خاص نعترف بذلك، ونعدكم بأننا سنحاول أو سنواكب جهودكم، وأيضا سنقدم ما بيسعنا. أنا أشياء أقول لك حاجة، أنه يا أخي العزيز نحن قبل كم عام عدينا كثير من البرامج التوعوية، كثير من البرامج التي تهدف إلى كسب رأي المجتمع حول هذه المشكلة ودعوتها للمشكلة ودعوت كل الناس لأن يكونون عونا لهذه المشكلة للقناة الفضائية اليمنية قبل سنوات، ويبدو أنه موجود في أدراجهم، لأنه الناس لا يريدون يكونوا شركاء معنا، يريدون نحن أن نقوم بهذا الجانب أن ندفع مقابل، نحن ليس لدينا مقابل، نحن لسنا شركة هائل سعيد نقدم مقابل ما يقيمون عن نانا حليب أو دعاية هذلا. وأنا قبل شخصيا باسليم قبل يمكن 3 سنوات داخل مكتبه وقلت له أنتم شركاء معنا، وكل إعلام سواء إعلام خاص أو إعلام حكومي أن يكون معنا في هذا الجانب. لكن لا حلو أنت نادي أصبحت الظنون لقضية الأمية وكأنها فقط قضية هذه الوزارة ممثلة بجهازها جهاز محرم التعليم الكبار. نحن لسنا ساكتين على هذا الموضوع، نحن عدنا برامج إعلامية برامج توعية، لكن لم يكن. أنا أقول لك الصحف الرسمية لا يقدرون أن يعملون المنشر الصغير، المنشر الصغير في آخر الجريدة اللي هو أيوه اللي هو إلا بعقد. فأين الشركة اللي تتكلم عنها أنت؟ أين الشركة هذه؟ أنا أريد هذا بالنسبة للإعلام. هذا بالنسبة للإعلام، أريد أن تكون الشراكة يعني مثل هذا. هو أن عندما حين نعمل المنشر الصغير اللي يتكلم عن قضية الأمية، أنا هذا يعتبر رسالة، رسالة للمجتمع، رسالة للحكومة، رسالة للقطاع العام، رسالة للقطاع الخاص، رسالة لكل فئة المجتمع. لكن إذا أنت لن تكون معي فهذه المشكلة، إذا مؤسسة الدولة لم تكن معي من يكون مع هذه القضية؟ أنا أتمنى أستاذ أحمد عبد الله أحمد رئيس جهاز محو الأمية أن تكون رسالتك وصلت. أتمنى من كل المسؤولين وكل المعنيين وكل رجال الأعمال والمال أن يبحثوا عن رقم هاتفك وأن يحادثوك أو أن يصلوا إلى مكتبك لتحريك المياه الراكدة في هذا المجال الهام والقطاع الهام تحديدا. أستاذ أحمد عبد الله أحمد، انتهى الوقت، ربما
اني اعدك ان تكون هناك حلقات اخرى في ما يخص محور الاميه، سواء معك او مع المعنيين في جهاز محور الاميه ووزاره التربيه والتعليم وحتى في المحافظات. شكرا لك استاذ احمد عبد الله احمد، رئيس جهاز محور الاميه وتعليم الكبار. كما اشكركم انتم مشاهدينا الكرام اينما كنتم على متابعتكم هذه الحلقه من برنامج ملف الثلاثاء. حتى الاسبوع القادم اترككم في رعايه الله والى اللقاء. شكرا جزيلا، شكرا لكم. شكرا لكم.